شفت يا بنت المواعيد في المهرجان، كنت هموت من كتر الضحك. استنى ما اشوف مين على الويت. ده انت يا هوري زنان قوي يا بنتي. احمد هوري عمال يكلمني عايز نطلع معاه في حلقه. لا طبعا مش هطلع. انت ما تعرفش انه بقى مذيع؟ بقى مذيع يا حبيبتي. اه ما كلها بقت مذيعين، انا بقيت مذيع، ما جاتش على اي حد يعني. ثانيه يا بنتي بقول لك عمال هوري يا حبيبي عامل يا ابني، عماله اتصل بيك عشان اطلع معاك في حلقه زي ما انت قايل لي، وعماله ازن عليك وانت ما بتردش عليا. طب ليه انا ما بردش؟ ايوه. وبعدين موضوع التمثال قلت لي هجيب لك تمثال وفضحتك. استني استني استنونا مع شيماء سيف في حلقه جديده من وشوش. وشوشة مع احمد الهواري غدا 12 صباحا على النهار.